تمام. انت بقى ليكي امنيه شخصيه؟ اه طبعا ليا امنيه شخصيه. ايه بقى امنيتك؟ انا نفسي اكون مذيعه ممثله وموديل، وكمان امنيتي العامه ان نفسي ان محدش يقول علينا ذوي احتياجات خاصه، ذوي قدرات خاصه، ذوي الهمم، احنا القادرون باختلاف. طب انا هقول لك على حاجه، يعني الاستاذ اشرف عنده مسرح جميل وقدم بشباب كتير، يعني انت قاعد يعني بتدير الحوار، طب ما يلا بقى يعني في اللوكاندا في ده في ده نشوف حاجه يعني لنورهان، يعني ربنا يخليك يا فندم. شكرا نورهان، يا سلام تنور يا نورهان. نور حضرتك يا استاذ بجد.